تسجل الصادرات السعودية من التمور نمواً يصل ل 5% سنوياً، إذ بلغت قيمتها خلال العام الماضي أكثر من 600 مليون ريال. وتصل الصادرات السعودية من التمور إلى أكثر من 60 دولة حول العالم، حيث يستحوذ السوق الأندونيسي على نسبة جيدة من تلك الصادرات. كاميرا الإخبارية تجولت في أحد أسواق التمور بالعاصمة جاكرتا، الذي يحتوي العديد من أنواع التمور السعودية الفاخرة التي تنتجها غالب مدن المملكة، وتنوعت ما بين الخلاص والسكر والعجوة والصفر. Ya sesungguhnya Raja Salman bukan sesuatu hal yang apa bagi kita. كل أنواع التمور العربية والسعودية تباع هنا في أندونيسيا. نحن نعتمد على البيع للسكان والزوار العرب، كما أن معظم الأندونيسيين يحبون أن يشتروا التمور القادمة من المملكة العربية السعودية. يشهد سوق التمور في جاكرتا إقبالا كبيرا على العديد من الأنواع، إلا أن عجوة المدينة بحسب البائعين في السوق تحظى بشهرة واسعة بين الأندونيسيين، خصوصا بعد مواسم الحج والعمرة، إذ تستحوذ المدينة على العدد الأكبر من أصناف التمور المنتجة، والتي يصل عددها إلى 32 نوعا من أجود أنواع التمور. إندونيسيا كله حب 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 كله إندونيسيا. التمر هذا التمر هذا التمر الباذنجان bahkan yumkin غير ما بكله حب إندونيسيا من سكان سوق تانا أبانغ ولا بل يمكن قليل قليل تمر باذنجان غير ما بمشكلة tapi كله حبيب حبة. هذه كله تمر من مدينة مع قسيم كله من رياض حتى. هذا وساهمت زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين بشكل كبير في تصدر المدينة المنورة كمنفذ أول لتصدير التمور خارج المملكة، بفضل التعريف بالمنتج السعودي وجودته العالية في خضم المنافسة القوية على السوق الأندونيسي الذي يستورد 20,000 طن سنويا من التمور، وتبلغ حصة سوق المملكة منها 300 طن فقط. رغم بعد المسافات إلا أن المنتج السعودي أصبح عابر للقارات، فهنا مثلا تجد كل أنواع التمور التي لم تكن تجدها سابقا إلا في المملكة. سلمان القرني، الإخبارية، جاكرتا.